ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى الأصل الثالث، وفيه معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أننا لابد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور، منها أقل ما يقال في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف؟ نعم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، والقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم نعم، ماذا أخذنا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ له من العمر كم؟ 63، منها 40 قبل النبوة و23 نبي الرسول. هل هو نبي أم رسول؟ نعم، هو نبي ورسول. نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ نعم، ولد بمكة وهاجر إلى المدينة. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا؟ إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. بل هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أم لا؟ نعم، إنك ميت وإنهم ميتون، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، يلحق ما حلق البشر. هل أبقى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يبلغه؟ مع الدليل. نعم لا، والدليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل النبي صلى الله عليه وسلم له شيء من خصائص الربوبية، الخلق والرزق؟ لا، بل أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذا للناس، أن يعلن للناس أنه بشر، قل إنما أنا بشر، وأن يؤكد هذه البشرية بقوله مثلكم. وتميز عنا عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه. طيب، متى وأين فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ أي؟ أما تأتي أنت أو ترسل الجوال؟ أي الجوال، جوال. أي أرسله. معلش، جزاك الله خير، هذا أحسن من جوال الآخر. بارك الله فيك، الله يبارك. نعم، السؤال عندك يا أخي، متى فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ متى؟ الله يفتح عليك، فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه، إذا لابد أن تؤدى حين في المكان الذي ينادى إليها فيه على الرجال البالغين. فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه قبل الهجرة بثلاث سنين. صلى بمكة ثلاث سنين، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم. طيب، وفرضت عليه بقية شرائع الإسلام، وظل عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله يدعو إلى توحيد الله. فالواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن يدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. افترض الله سبحانه وتعالى على الناس أن يكفروا بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ومعنى لا إله إلا الله على ما تقدم معنا الكفر بجميع معبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فما
تعريف الطاغوت. من يعرف لي الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ نعم، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز الحد في الأحجار والشجر وعبدها من دون الله فقد جعلها طواغيت، تجاوز الحد في العلماء وأطاعهم في معصية الله فقد جعلهم طواغيت، تجاوز الحد في الأمراء وأطاعهم في معصية الله فقد جعلهم طواغيت. ما تجاوز به العبد حده من معبود أحجار وشجر، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، الأول إبليس، الثاني من عبد وهو راض، من عبد وهو راض. لو جاءك إنسان وسجد أو ركع لك ماذا تصنع؟ تقول بارك الله فيك أحسنت وأنت يعني موقر للعلماء وكذا؟ لا، إذا قلت له هذا الكلام فأنت طاغوت ولا شك فيك. نعم، سجود الركوع عبادة ولا يمكن تصرف إلا لله. لو جاءك إنسان وقال ما شاء الله وشئت ماذا تقول له؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع اسمه. نعم، ما شاء الله ثم شئت. طيب، نعم، نعم، اختلفوا الآن، بعضهم يقول ما شاء الله وحده وبعضهم يقول ما شاء الله ثم شئت. نعم، ما شاء الله وشئت يعني اقترنت مشيئة الله بمشيئة هذا الشخص، هذا ما صحيح، شرك أصغر. الله يفتح عليك. طيب، ماذا تقول له لو قال لك ما شاء الله وشئت؟ ماذا تقول له؟ نعم، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. نعم، أجعلت الله ندا، فتح الله عليك. يجيب بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجعلت الله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم، طيب، هذا الثاني من عبد وهو راضي. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون، ما علمت لكم من إله غيري. الرابع من ادعى علم الغيب. كل من ادعى علم الغيب، لو قال لك إنسان تقوم القيامة بعد شهر من اليوم في يوم كذا في سنة كذا، تقول والله كاذب وكافر بهذا القول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذه الأيام تتعجب أن بعض الناس يصدق مثل هذه الأكاذيب ولا شك أن هذا كذب. الخامس، هذه مسألة أخواننا يعني لابد التنبه لها، ذكرنا لكم فيما تقدم أن الحكم على الأشخاص لابد من الرجوع فيه إلى العلماء. ليس لنا أن ننزل الأحكام على الأشخاص، نقول فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، هذا عمل العلماء. فالحكام الآن مثلا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني هو مسلم لكن يحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كافر كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ كفر دون كفر، إلا إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس والطواغيت مثل حكم الله أحسن، هذا إن اعتقد كفر كفر أكبر ولا إشكال فيه. لكن أنتم تعرفوا أن غالب الحكام اليوم هدانا الله إياهم هو يقدم حكم الله ويعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، لكن يقدم حكم القوانين والطواغيت لهو في نفسه أو حب رئاسة أو منصب أو ما إلى ذلك. بعد هذا، متى يغلق باب التوبة؟ متى يغلق باب التوبة؟ متى لا يستطيع إنسان يتوب؟ عند الغرغرة، عند الغرغرة، طلوع الشمس مغربة. إذن يغلق باب التوبة إما بطلوع الشمس مغربة أو بحضور الوفاة. طيب، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث وفيه رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام. إذا قطعنا الرأس مات الجسد، وهذا الواقع ترى في بعض الناس هدانا الله إياه لا يعرف شيء عن الإسلام، إذن بلا رأس ميت.
وعموده الصلاة، الأعمدة الذي يقوم عليها البنيان الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. زوجته عليه حرام، انفسخ العقد، وإذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن مع الكفار ويحشر يوم القيامة، نسأل الله السلام عافية، مع فرعون وقارون وهامان. ما الذي يفرق الآن بين المسلم والكافر؟ قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والإشكال أنك يعني تأتيك أسئلة أحيانا، يقول رجل: زوجتي لا تصلي، كيف تبقى معها وهي لا تصلي؟ لا، ليس معنى هذا أن نطلقها يا أخي. كيف أنت من يعني هذا السنين تبقى معها والآن تسأل عن هذا؟ الأصل من أول الأمر تتعاون على طاعة الله، تتعاون على تربية الأولاد، على المحافظة على الصلوات المفروضة الخمس. نعم. طيب، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نجاهد من في سبيل الله؟ تجاهد، أول ما تجاهد تجاهد نفسك، أنه كيف تريد مجاهدة الكفار وتقول صلوا واصنعوا واصنعوا وأنت لا تصنع؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما يمكن. تجاهد نفسك بماذا؟ تجاهد نفسك بسورة العصر، تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر، هذا أولا، تجاهد النفس. الثاني: تجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان واعصهما. كيف تجاهد الشيطان؟ الشيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من وجهين: شبهات وشهوات. فأنت تجاهد الشيطان، تغلق عليه باب الشبهات وباب الشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. إذن جهاد الشيطان يكون بترك الشبهات والشهوات. الشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغائر وكبائر. يبقى معك جهاد الكفار والمنافقين، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالمال. وقلنا بالمال، تجاهد الكفار بالمال كيف؟ تبحث عن مطوية فيها دعوة غير المسلمين وتوزع على الجيران وعلى من يعني هم معك في المنزل أو كذا. يبقى معنا جهاد المنكرات والبدع والمعاصي. من رأى منكم منكرا فليغير، يغير بيده السلطان، فإن لم يستطع بلسانه، هؤلاء العلماء وطلاب العلم، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لابد من إنكار المنكر وتغيير المنكر. مسألة يكثر السؤال عنها وفيها إشكال. الآن إذا جاءتنا فتوى في العقيدة من هيئة كبار العلماء، نقبل هؤلاء؟ نقبلها، لأننا نعرف أن هؤلاء هي كبار العلماء حفظهم الله، أنهم علماء وشهدت لهم الأمة الصلاح والاستقامة. نعم، هذا في أمر العقيدة، ما بالك مسألة تتعلق بأمر الجهاد. فالواجب أن العبد، أي إنسان يريد الذهاب إلى الجهاد، أن يسأل علماء. أي علماء؟ علماء الربانيين، يرجع إلى هيئة كبار العلماء لأنه أتى منهم على عقيدة، فما بالك بمسألة فقهية. الثاني: لا يوجد عبادة من العبادات إلا وهذه العبادة لابد لها من شروط وأركان واجبات وموانع.
حتى الجهاد، نعم حتى الجهاد، فلابد أن تعرف هل الشروط تنطبق عليك أم لا. ثم أن الآن الجهاد، نحن نعرف الجهاد الإسلامي يكون تحت راية واحدة، ولا بد. نعم، عندما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم كم راية كانت؟ 1000 راية؟ لا، راية واحدة. والذي تراها اليوم رايات وكذا، فما يمكن يكون الجهاد إلا تحت راية واحدة، ولا يمكن أن تجاهد إلا تحت أهل السنة، راية أهل السنة، ولا يمكن تجاهد تحت راية الرافضة. ثم أن المناطق الآن التي فيها جهاد هي مناطق للتعليم؟ لا، فهذا يريد يذهب إلى منطقة كذا ويجاهد، إلى سوريا مثلا. هل الآن سوريا مكان للتدريب؟ لا، مكان للقتل. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يعرف السباحة ينزل في البحر؟ لا، منتحر. نعم. ثم الآن الواقع يعني هذا، أن أهل سوريا ليسوا بحاجة إلى رجال، هناك يعني حتى ضباط ما استطاع الدخول للجهاد لأن ليس لديهم السلاح، هم ما بغير حاجة للرجال. ثم قد تصنع شيء أحيانا يعني يكون أنت ترى أنه يسير وتخالف العلماء، وقد يجر البلاء على إخوانك. إيه نعم، فأنت ماذا تصنع؟ يخرج على العلماء واستفتيهم في مثل هذه المسائل. أيضا أنت الآن دائما إذا أردت السفر إلى أي مكان ماذا تصنع؟ تصنع تبحث عن عنوان المكان تذهب إليه، وعن فندق، وتعرف العملة، وتعرف عند من تنزل وكذا، لابد من هذا. نعم. أما في هذا قال أنا أنزل عند أي أحد، طب قد تقع في يد الرافضة كما هو حال يعني البعض. والله ويعرف يعني بعضكم أن الواحد من أهل الخليج كان يباع، والله يباع في العراق على الرافضة طبعا $250 المسلم، يساوي عند هؤلاء يسلموه يأخذ على كل رأس $250، الكبش أغلى منه. وبعد هذا قال أنه هذا جهاد. كيف نجاهد تحت الرافضة؟ ما يمكن. أخوانا مهم جدا، أنا أعرف بعض الناس هو لا يستطيع، نسأل الله لنا وله الهداية، كلنا يعني مفرط إلا من رحم الله، هو مفرط الآن هنا، عليه ديون وعلى التزامات، وقد يكون غير محافظ على الصلوات المفروضة، وطلق الزوجة وتشرد الأولاد وكذا، ماذا يصنع؟ قال أذهب إلى الجهاد وأموت وأرتاح من هذه الدنيا، لأنه ما استطاع أن يعيش في سبيل الله. الحياة في سبيل الله كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. جاءني رجل قريب وقال: والله قلبي يتقطع، أنا لا أنام الليل. ماذا حدث؟ قال: تقطع على هؤلاء يموتوا وكذا. قلت له: طيب ماذا تريد؟ قال: أريد أن أجاهد. والله الدخان هنا، حليق مسبل، غير محافظ على الصلاة وكذا. قلت: جاهد نفسك أولا، كيف تريد تجاهد الكفار وأنت لم تجاهد نفسك؟ ما يمكن. كيف نريد النصر ونحن لا نعرف التوحيد؟ فالواجب يعني في مثل هذه المسائل يعني الرجوع إلى العلماء، لا أن الآن فتوى الجهاد وفتوى الخروج وفتوى كذا يتكلم فيها الصغار، والله ولا يرجع إلى العلماء الذين نأتمنهم في العقيدة. لماذا يا أخي تأخذ منهم عقيدة وما تأخذ؟ من تتبع الرخص تزندق،
تأتمنهم على العقيدة ولا تأتمنهم على مسألة فقهية. فهل معنى هذا الكلام أننا ننكر الجهاد؟ أعوذ بالله، هل ينكر أحد الجهاد؟ ما يمكن، لكن نريد أن تكون هذه الشهادة شهادة حق لا شهادة زور. انظر الآن إلى ما كان عليه عمر رضي الله عنه. عمر في بلد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخلص لله ودعا أن الله يرزق الشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يتصور أن يكون هناك يعني جهاد أو شيء في المدينة، وكيف يعني كيف تكون هذه الدعوة، لكن أخلص لله. فأنت تدعو الله أن يرزقك شهادة، لكن شهادة صدق وحق لا شهادة شهادة الزور. فيعني أنا أحببت يعني التنبيه على هذه المسألة، لأنه بعض الشباب وأصلا يعني ما عليه الخوارج، أي نعم ما عليه الخوارج، أن الخوارج هم الذين يخرجون عن الحكام، سمي بهذا الاسم لأنهم يخرجون. الخوارج يبحثون عن الصغار، صغار السن، وقل أنت مذنب وعندك كذا، وهذه الجنة أمامك، ثلاث دقائق تدخل الجنة، عملية انتحارية. رجل من الأثرياء سمع هذا يقول لهذا اذهب ثلاث دقائق تدخل الجنة، قال وأنت لماذا لا تذهب؟ قال أنا عندي أولاد، عندي التزامات. قال والله أولادك عندي، الآن أشتري لكم عمارة أخرج للجهاد، والله ما خرج. واقع واقع والله. الخوارج زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول خروج في الإسلام منذ الخويصرة، خرج على من؟ خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلمة حق، نعم تكلم بكلمة حق أراد بها باطل، وهذا هو حال الخوارج اليوم. تكلم قال اعدل يا محمد، اعدل كلمة حق، لكن أراد بها باطل. لمن يوجه هذه الكلمة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الخوارج يقولوا الأمة الإسلامية تقتل، أمة الإسلامية تذبح، الكذا ظلمنا كلام. طيب العلاج، العلاج ماذا؟ هل العلاج نرجع إلى العوام والرعاء أو نرجع إلى العلماء؟ هذه طريقة الخوارج من القديم والحديث. فهؤلاء لو تنظر الآن في حال الخوارج اليوم، أنت تسمع أنه يوجد يعني الآن قتال في سوريا، نعم، لكن تسمع الخوارج يفجروا في السعودية مثلا، يفجروا في البحرين، يفجروا في دولة كذا. يا أخي الآن أمامك المجال مفتوح، إذا بصير قاتل، قال ما نريد نقاتل هؤلاء. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء كفار أصليين، نحن ما نريد كفار أصليين، نريدكم أنتم يا أهل السنة، أنتم مرتدين عن الإسلام، والله هذا الذي يدنون الله به. ثم لو تنظر في حال خوارج اليوم، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو تنظر إلى حالهم في السجون أو في كذا، والله يحدثني أحد المشايخ يقول دخلت على بعضهم، لأن عندنا لجنة مناصحة، يقول دخلت عليهم فسألته، كان نائم، فسألته قلت ها صليت؟ قال صليت ماذا؟ قال العشاء. قال ما صليت أي صلاة في هذا اليوم، أنا نائم. نعرف هذا واقع والله موجود، نعرف أن الإنسان عند الشدائد، كفار مكة عند الشدائد يلجؤون إلى من؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء عند الشدائد يعني في السجون وكذا، تسمع ومشاهد هذا
الأناشيد وغيرها. ما يمكن يا أخي، برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة. هذا دين؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس، ما يمكن يجتمع هذا وهذا. لا تعود نفسك أنك تخشع يعني تريد سماع هذا الكلام. ثم الأناشيد الذي يسمعوهم فيها تكفير الأمة، قد طغى الكفر على الدنيا وسادة، حرري يا أمة الإسلام البلاد، يعني كل الأمة الإسلامية كافرة. هذه الأناشيد اللي يسمعوها إخوانا، الواجب الحذر. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العلاج والحل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فما يمكن، لا تسمع لأحد من الطلاب أبدا، ولا تسمع حتى لصغار المشايخ. ارجع إلى العلماء الربانيين، تأتمنهم على العقيدة، يأتمنهم على مسألة فقهية، مسألة الخروج ومسألة الجهاد ومسألة التبديع ومسألة التفسيق. لأن هذا الزمن نحن في خطر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم، نحن الآن، فسيرى اختلافا كثيرا عما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليه بكل ما أعطاك الله من قوة. فمثل هذه المسائل لا تبحث مع العوام ومع الطلاب، صدق دماء وخروج وإشكالات، وأنتم تعرفوا أن ويلات البعض واحد أحيانا يفسد. هذا ذو الخويصرة بعد هذا هو رأس فرقة ضالة، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي فانتبه، احذر، قد تكون أنت رأس فرقة ضالة وأنت ما تدري. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأذان الساعة كم؟ عشرة نصف ساعة إلا الساعة دقائق، الحمد لله. 40 دقيقة، يعني 40 دقيقة، نص ساعة.